السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم راح نتكلم مرة ثانية بخصوص المؤتمر القادم لمعهد الخرسانة الأمريكي ACI Convention. هذه السنة المؤتمر راح يكون افتراضي بصورة كاملة، وبالتالي راح تقل التكاليف المطلوبة من أي شخص كان يحلم في يوم من الأيام أنه يشارك بمؤتمر بهذا النوع وبهذا المستوى من الحضور ومن العلمية الدرجة العلمية العالية. راح تقل هذه التكاليف بصورة ملحوظة جداً. أولا، أي تكاليف للسفر ما راح تكون موجودة، ما راح تحتاجها. كل اللي تحتاجه إنه خط إنترنت شغال بصورة جيدة تقريبا، وكمبيوتر، وتقدر بإمكانك إنه تحضر هذا المؤتمر. ثانيا، رسوم الاشتراك قلت بصورة ملحوظة جدا. قد ما راح تكون هذه الرسوم يعني مبين هذا التقليل بالنسبة للأشخاص اللي ما عندهم عضوية بالـ ACI، لكن الأشخاص اللي عندهم عضوية مهما كانت نوعيتها راح يشوفون فرق كبير في رسوم التسجيل. يعني الممبرز الاعتياديين رسوم تسجيلهم راح تقل إلى 49 دولار فقط، أما الطلبة فرسوم اشتراكهم هي صفر. نعم، رسوم مجانية بالكامل. للأشخاص اللي هم حاليا موجودين أو يعني هم طلاب مستمرين بالدراسة، بإمكانكم أنه يعني تسوون عضوية بالوقت الحالي، تسجل على عضوية الطلبة اللي هي مجانية، وترجع من جديد تسجل على اشتراك في هذا المؤتمر، وتقدر تحضر بصورة مجانية بالكامل وتستفاد من فرص أنه تحضر النقاشات العلمية اللي موجودة بها، أن تحضر اللجان الموجودة. وهذه أنا أعتبرها شخصيا فرصة عظيمة، أنا جربتها العام الماضي وأنصح كل شخص بأنه يحضر هالتجربة هذه ما زال مدام عنده الإمكانية أنه يحضرها. شلون تقدر أنه تسوي اشتراك مجاني كطالب؟ شلون تحصل على العضوية المجانية للطلبة في الـ ACI؟ هذه أنا سبق وأن شرحتها في فيديو سابق، راح أحط اللينك مالته بصندوق الوصف. وأيضا لينك الاشتراك بهذا المؤتمر راح أضعه بصندوق الوصف، وأحب أذكركم أنه المؤتمر بقى عليه 40 يوم فقط، فأتمنى أنه تسجلون حالما تسنح لكم الفرصة، وأنا أشجعكم جدا مرة ثانية لحضور هذا المؤتمر. كل التوفيق للجميع إن شاء الله. مع السلامة.